مساء الخير. حلقة النهاردة حلقة مختلفة لأن فيها النجم السعودي بشير غنيم هيبقى معانا وإحنا بنوزع جوائز، بس جوائز سكوت، هنسمع راديو محدش شايف حاجة. وهيبقى كمان ضيفنا عبد الله مشرف، بس مش عبد الله مشرف اللي إحنا عارفينه، عبد الله مشرف بتاعنا إحنا. خلينا نشوف. إيه ده؟ ما هفهم حضرتك اللي اتفضل الأول. انت منورنا والله يا استاذ بشير. يا سيدي الله يخليك. انا 3 دقايق على الهواء يا رجاله. اوكي يا باشمهندس. استاذ طارق. ايوه مروان. الاستاذ عبد الله لسه ما جايش. ها لسه ما جايش. طب يبقى احنا هنعمل المسابقه في اول الحلقه بقى. اوكي ماشي. احنا بنسال المستمعين اسئله عاديه، اسئله معلومات عامه، وبيكسبوا معانا. بس للاسف النهارده العربيه اللي جايبه الجوائز ما جاتش، فاحنا مجازا بس هنسلمهم اي حاجه. ف وطبعا فكره ان معانا ضيف زي حضرتك يبقى موجود بيسلم المتسابق او الفايز الجائزه بتاعته. متاكد راديو بقى ما حدش شاف حاجه. هنا نعمل بروفا يا جماعه لو سمحتوا بسرعه. يلا يا باشمهندس ناخد ليفل صوت. ناخد ليفلك الاول انت يا مروان. ماشي انا الاول. يلا س س اوكي استاذ بشير. عايزين بس السين لو عشان بتصفر بيظبط عنده الليفل بتاع الصوت. السين بس. السين بس. السين بس. س س س كمل 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 كمل. خش يا استاذ بشير. لا تعالى تعالى يا استاذ بشير. كويس تمام كده. 5 ثواني. 4 ثواني. استاذ بشير قرب سنة. 3 ثواني. هوا. مساء الخير مستمعينا. حلقه ان شاء الله مختلفه ومتميزه النهارده. النهارده ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا الاستاذ بشير غنيم، النجم السعودي الكوميدي صاحب الدم الخفيف. استاذ بشير كل سنه وحضرتك طيب، وانت منورنا في الاستوديو. وانت طيب وبصحه وسلامه يا سيدي، واحنا متنورين بوجودكم معنا. ربنا يخليك. الله يحفظك. هنبدا مع حضرتك على طول يا استاذ بشير. ليه التكرار في طاش مطاش وهو نفس العمل اللي قدم في غشمشم؟ نفس الفكره تقريبا. لا، لكل طبعا عمل لكل يعني خصوصيه. فطاش مطاش تختلف عن غشمشم بكثير. يعني في ايه؟ اولا بتختلف عنه لانه طاش مطاش طبعا ما في عنده شخصيات. غشمشم طبعا هو حلقات متصله منفصله. طيب المسرح انت مختفي عنه يا استاذ بشير ليه؟ لا بالعكس، المسرح انا من الناس اللي ريحك. بالعكس، المسرح انا من الناس اللي يشتغل في المسرح كثير. بالعكس. المسرح السعودي. المسرح السعودي. طيب عايزين نقول استاذ بشير احنا مشرفنا طبعا النهارده 3 من الفايزين اللي فازوا معانا ومسابقه الاسبوع ده، وحضرتك طبعا منورنا، في حضرتك اللي هتسلمهم الجوائز. استاذ وائل بعد اذنك ممكن ندخل الفايزين. استاذ محمد عبد اللطيف، ازيك يا استاذ محمد؟ الف مبروك. استاذ بشير، استاذ بشير نجم سعودي كوميدي، انت كنت جاوبت على سؤال الحلقه اللي فاتت وانت كسبت معانا موبايل، فالاستاذ بشير هو اللي هيسلمك الموبايل. السؤال بس احنا ايش السؤال اللي جاوب عليه الحلقه اللي فاتت؟ ايه وبيستلم الجائزه. ايه السؤال؟ ايه هو السؤال؟ سؤال الحلقه اللي فاتت، من هو النجم الاسباني الهداف لمنتخب اسبانيا؟ مين؟ راؤول جونزاليس. تأكد انه راؤول؟ وعلشان هو راؤول لاعب جيد وبيلعب في الملاعب، فنقدم لك جزء من الملاعب. الله يحفظك. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. الف الف مبروك. الفائز الثاني الاستاذ عصام محمد، هو فاز معانا بموبايل. الاستاذ بشير هو اللي مشرفنا النهارده، هو اللي هيسلم حضرتك الموبايل يا استاذ عصام. مع حاجه كده يعني ايش نكملها معاه؟ مش بس لا. تفضل. اهلا وسهلا. وده نديك عشان ايش اللون حتاخده بعد ده؟ نفس اللون حتاخد. نفس اللون. الفائز الثالث وائل ابراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك؟ اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ وائل، انت نورتنا وشرفتنا. واستاذ بشير هو النجم النهارده، هيسلمك مفتاح عربيه. ميرسي جدا يا جماعه، والله مش مصدق. استاذ بشير هو ضيفنا النهارده، الف الف مبروك يا استاذ وائل. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. اول مره اكسب في البرنامج. اول مره تكسب؟ لا، حتكسب كثير معنا في البرنامج هنا ان شاء الله، وبعد العربيه في ان شاء الله حيعطيك يخت ان شاء
ان شاء الله على النيل ان شاء الله. لا اللي بيفوز مره ما بيفوزش تاني يا استاذ بشير. مره واحده اللي بيفوز مره ما ينفعش يفوز تاني. جيب اخوك معك تاني باذن الله ان شاء الله. اهلا جيب اخوك معك تاني. اهلا نورتنا يا استاذ وائل والف الف مبروك. ميرسي جدا. سوق شويه شويه ما تخبطش في اي حاجه. يلا يا جماعه يلا باشمهندس. قدامنا قد ايه يا باشمهندس؟ ما تيجي تقعد هنا. ما هو هنا هيجي الاستاذ عبد الله مشرف. ما علشان عبد الله مشرف. يلا استاذ عبد الله. حد من الاعداد كلم الاستاذ عبد الله يا باشمهندس. الاستاذ عبد الله موجود اوريدي في البلاتو. هيدخل بعد دقيقتين من الهواء. طيب ما تجيبوا شاي وتجيبوا حاجه. طب بس كده استاذ وائل يعني قاعدين. استاذ بعد اذنك. كاننا قاعدين كده. كاننا قاعدين. شاي شاي عادي ولا شاي اخضر؟ في شاي اخضر. لا 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 شاي العادي. شاي عادي الاستاذ بشير وانا شاي اخضر يا استاذ وائل بعد اذنك. السكر ايه بس يا وسط. وانا عايز بسكوت بس عشان اسال. سندوتشات بتاعتك؟ لا اكلت الحمد لله. خمس ثواني استاذ وائل. ازعق لنا على حاجات. اربعه خفيفة. ثلاثة. قرب من مايك استاذ بشير. اثنين. هوا. مستمعينا لسه معانا ومنورنا النجم الكوميدي السعودي الجميل بشير غنيم. ودقائق كمان وهيبقى معانا نجمنا المصري الكوميدي الفنان عبد الله مشرف. استاذ بشير انت قلت انك ضد تصنيف النجوم. انت ما بتحبش ان الفنان ده يتصنف كوميدي والفنانه دي تتصنف دراما. هل ده حقيقي؟ طبعا ما في اساسا ما في ممثل يقول لك هذا ممثل كوميدي او ممثل تراجيدي. والدراما دراما. سواء كانت تراجيدي او كوميدي. بس يعني في فنان بيبدع في حته معينه. بيبدع اوكي، لكن مش شرط انه هو يبي يبدع وما يبدعش في حاجه تانية. طيب استاذ بشير احنا نورنا ودلوقتي وشرفنا في الاستوديو الفنان الكوميدي النجم عبد الله مشرف. استاذ عبد الله اتفضل. استاذ عبد الله ازيك يا استاذ عبد الله؟ اهلا 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 وسهلا استاذ. عامل ايه استاذ عبد الله؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. انت معاك حاجات كتير. ازي حضرتك نورنا. عشان صوتي بس. ازيك يا استاذ عبد الله؟ استاذ عامل ايه؟ اهلا اهلا. احنا معانا النجم الكوميدي الفنان الكبير الاستاذ بشير غنيم. اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا وسهلا. الحمد لله. مستمعينا هنرجع على طول مع الفنان الجميل عبد الله مشرف والنجم السعودي بشير غنيم اللي منورينا النهارده. تابعونا. معلش انا ما قدرت يعني ما خدتش بالي منك لما دخلت. مش يعني مش فاكر قوي الشكل يعني. الله يحفظك. لا بس منور الدنيا والله. الله يخليك. الله يخليك. ممكن بس على العصير. لا على لا انت بتشرب. انا مش فاهم عمال بيشرب من العصير بتاعي ازاي يعني. بحاول استظرف معاك. لا يا حبيبي في اي وقت. في اي وقت استظرف ولا حاجه. الله يكرمك. لا والله طعمه مسكر يعني. طعمه سكر؟ حلو. انا طالب شاي. هو ده دايت ولا ايه؟ ده سكر سنترفيش يا راجل. ده يعني بالفلفل. انا ماليش خالص في بالفلفل. شوف ده فلفل. بالفلفل؟ لا انا ماليش خالص في سكر. ده سكر استاذ بشير. سكر بالفلفل اهو. لا لا بالفلفل. سنترفيش ده ماليش خالص فيه. مين؟ ليش خالص في السنترفيش ده ولا اللي ده اللي بيبقى على الكحك؟ السكر اللي هو البودره اللي من بره ده. جيب بق كده دوقه عشان بس ما نقعدش نعمل حاجات كده ولا. يلا 30 ثانيه. طب حلتك ولا طيب استاذ عبد الله لو سمحت قرب بالمايك بتاع الاستاذ بشير. حاضر يا استاذ حاضر. عيني انا مش عارف ارمي دي فين يعني. في الاخير ياخدها انت تعرف تتصرف فيها ولا حاجه؟ شفت عملت ازاي؟ لا ولا انا اسف. معلش انا اسف يا استاذ. معلش. لا هي هنا هنا معلش. 10 ثواني. طب انتوا واجعين دماغنا بالبتاع دي. خمس ثواني. خمس ثواني. بس خليك ماسكها. خمس ثواني. خليك ماسكها. اربع ثواني. هوا. مستمعينا لسه معاكم منورنا ومشرفنا النجم السعودي الجميل بشير غنيم والنجم المصري الكوميديان خفيف الظل الفنان عبد الله مشرف. استاذ عبد الله حضرتك منورنا ومشرفنا. الله يخليك. الله يخليك يا استاذ. الله يخليك والله. اخبار حضرتك ايه؟ انا مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده. الله يخليك. استاذ عبد الله اتفرجت على الاستاذ بشير قبل كده في احد الاعمال؟
لا لا الحقيقه طبعا يعني انا عملت له حاجات وانا معجب بيه الحقيقه، وكنت يعني عامل حاجات ما شاء الله يعني حاجات جميله يعني. طيب استاذ بشير، ايه اللي بيفرق الكوميديا الخليجيه عن الكوميديا المصريه؟ اللي بيفرق حقيقه اشياء كثيره يعني، منها مثلا انه طبعا مصر زي ما بيقولوا هي ام الفنون، وهي طبعا كانت سابقه في من اوائل الدول اللي تقدمت الدراما وقدمت المسرح وقدمت الاذاعه، فهي طبعا احنا يعني بنستفيد من تجاربها الحقيقه. طب الـ الـ هل المتفرج العربي بيبقى سهل الوصول بالنسبه له اكتر الكوميديا الخليجيه عن المصريه؟ والله هي بدات الان الكوميديا الخليجيه الان بدات الكوميديا الخليجيه الان بالتواصل وبال بالتواصل وبدات الان يعني الناس بدات تعرفها. طيب استاذ عبد الله، استاذ عبد الله مشرف. ايوه يا استاذ، هو حديثك تعبان ولا ايه؟ لا انا معاك يا استاذ، معاك. طيب استاذ عبد الله، اخر اعمالك الكوميديه ايه؟ الحقيقه انا بحضر دلوقتي لمسلسل اسمه حامد قلبه جامد مع الفنان طبعا الجميل طلعت زكريا. طيب مستمعينا خليكم معانا بعد الفاصل، النجم الكوميدي السعودي الجميل بشير غنيم والنجم المصري عبد الله مشرف، تابعونا. استاذ وائل منور الدنيا. هو لما يسال الاجابه يجب ان تكون وجهي عندنا. ايوه انت وانا هقعد بقى يعني. انت 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 لما تناقش الدراما الخليجيه تناقشها على اي اساس؟ بناقش على اني ممثل. استاذ عبد الله، بناقش ما بناقش انا انا لا اناقش انا لا اناقش الدراما الدراما المصريه. انت عندك بتقول كلام غريب. انا ما بناقش. ارفع معايا عيني. استاذ بشير، انت في مقلب زي ما انت شايف، الكاميرات قدامك اهي. ما احنا كده خلاص، احنا كده الحلقه كشفت يا استاذ بشير، انت منورنا ومشرفنا. كل سنه حضرتك طيب. وهنا برضو انت نورتنا وشرفتنا يا استاذ بشير. وطبعا ده مش الاستاذ عبد الله مشرف، ده اسلام محي زميلنا. انا عادي على وهو بارع في تقليد اصوات الفنانين. ادعي طب والله احسن من مهند. يا عم مهند مين يا عم؟ ده شعر مسبسب والعاده وطول عرض برضه. حتى انا هعيد هتقول لي شفاء ما ادري مين حد نشوة نشوة نشوة. قول للجمهور انتبه، وانت تمشي التفت خلفك، التفت قدامك، وراك، في كل اتجاه، حتى تحت الدور فوق ممكن تكون كاميرا خفية. الغطرة والعقال دول مش بيحرروا شوية؟ لا بالعكس، انا عارف الغطرة والعقال دول بيعملوا لك راحة نفسية. هي قلقاك؟ لا والله شكلها زي الفل الحمد لله. بس كده انا عليك انت يا عمي يحيى. ما فيهاش يحيى في الاخير، ياخدها انت تعرف تتصرف فيها ولا حاجه. شفت لا ولا انا اسف، معلش انا اسف يا استاذ. هذا هي هنا هنا 10 ثواني. ده بنتوا واجعين دماغنا بالبتاع دي. 5 ثواني. 5 ثواني بس، خليك 5 ثواني ماسكها. 4 ثواني. هوا مستمعي بس حقيقه الله يعطيهم العافيه عملوها وصادونا، لكن المرة الثانية ما راح يصير، راح التفت في كل مكان وفي كل جهة حتى ما يكون هناك عندنا كاميرا خفية. وما راح أقول في كاميرا خفية برضه حتى 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 حغسل. نورتنا وشرفتنا الله يحفظك يا سيدي جدا على وجودك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب وأنتم طيبين وكل عام وأنتم.